ايضا اطمئن على الوضع في جامعه عين شمس والتعرف ايضا على سير عمليه التنسيق هناك. اهلا بك بكر الشرقاوي مراسل اون لايف من جامعه عين شمس. ونعلم ان ربما وزاره التعليم العالي اصدرت مجموعه من التعليمات الهامه للطلاب تيسيرا عليهم في هذه العمليه، لو طرحت لنا بعضا منها. اهلا زميلي سيدي، يعني هو نحن الان، اهلا حسام، يعني نحن نتواجد الان داخل جامعه عين شمس وتحديدا داخل معمل رقم واحد بكليه حاسبات ومعلومات لتنسيق الجامعات المصريه للطلاب. يعني لمزيد من التفاصيل ينضم الي على الهواء مباشره الاستاذه هبه احمد ابراهيم، ومسؤوله العلاقات العامه بالكليه والمسؤوله ايضا عن تنسيق العمل داخل المعامل. يعني استاذه هبه، لو تطلعينا لمزيد من التفاصيل حول عمليه التنسيق وكيف استعدت الجامعه لهذه العمليه. تمام، اهلا بحضرتك الاول، واسعدني ان اتعامل مع حضرتك. احنا شغالين 5 معامل في الكليه، في كل معمل تقريبا 20 جهاز ل 25، وحضرتك زي ما شايف القاعه مكيفه والموظفين تقريبا 50 موظف متوزعين ال5 معامل ده، بلس اللي هو بتوع الامن ومهندسين الصيانه والناس برضو المسؤولين امين الكليه والمدراء وكده. وعاملين اسهم استرشاديه للطلبه من على بوابه الجامعه طبعا، والامن متعاون جدا معانا عشان يعرفوا المكان هنا، والطالب بيدخل في موظف بيستقبله بيتعاون معاه، بيقعدوا على جهاز بيدخل معاه الداتا اللي هو عايزها، وفي 6 خطوات بيدخلوا يشتغلوا فيها التنسيق بتاعهم. بالنسبة لي أيضا، يعني لاحظنا وجود لافتات لتنسيق الجامعات في العام الماضي والكليات في العام الماضي، الهدف من وضع هذا التنسيق هل هي استرشادية للطلاب أو الوضع؟ طبعا، لأن الطلبة جاية الجامعة ما يعرفوش، أول مرة يدخلوا الجامعة، فلازم نرشدهم إن هم المكان اللي يتنسقوا فيه عشان ما يقعدوش يلفوا طول اليوم. بالنسبة لي الإقبال على عملية التنسيق من الطلاب، هل كان هناك أي ازدحام أو أي تكدس أمام المعامل اليوم؟ لا خالص، لان احنا شغالين ل5 معامل والموظفين كتير وعلى كفاءه عاليه طبعا من كليه حاسبات ومعلومات، فما شاء الله التسجيل بياخد من 20 دقيقه ل 30 دقيقه، وما فيش تقدس ولا حاجه، وهو الاقبال فوق المتوسط، لان المرحله الاولى طبعا حضرتك عارف الدرجات عاليه جدا، فمش كل الناس، يعني الاقبال فوق المتوسط. بالنسبة لغلق باب التنسيق سيكون يوم الجمعة المقبل، بالنسبة للمعامل هل سيكون هناك يوم عمل طبيعي في يوم الجمعة لاستقبال الطلاب أم لا؟ طبعا شغالين يوم الجمعة من الساعة 9 للساعة 3، و 24 ساعة مش شغالين في البيوت، ممكن أي مكتب إنترنت شغالين 24 ساعة، والتنسيق هيقفل للناس اللي بره من بيوتهم هيقفل الساعة 7 يوم الجمعة، لكن احنا شغالين الساعة 3 يوم الجمعة عادي، يوم عمل رسمي. مواعيد العمل الرسمية داخل الجامعة من 9 حتى 3 عصر. في التنسيق. شكرا جزيلا، يعني حسام كانت هذه هي أبرز التفاصيل حول آلية العمل داخل معامل التنسيق بكلية حاسبات ومعلومات بجامعة عين شمس. العمل هنا مستمر من الساعة 9 صباحا يوميا وحتى 3 عصرا حتى يوم الجمعة المقبل. أيضا يعني الإقبال كما لاحظناه يعني متوسط إلى حد ما في الجامعة، ومساهمة ومساعدة كبيرة من الموظفون هنا للطلاب لشرح عملية التنسيق بالكامل. شكرا لك بكر الشرقاوي، وشكر موصول لجرمين إبراهيم.